دعوة أمريكية بريطانية لوقف فوري للحرب في اليمن، دعوة تمهد لتمرير قرار مرتقب لوقف إطلاق النار كانت قد اقترحته بريطانيا قبل يومين، وبدا كما لو كان استجابة غير مباشرة للمطالب التي سوق لها الانقلابيون وحلفاؤهم منذ بدء تدخل التحالف العربي في اليمن قبل أكثر من عام ونصف. قصف التحالف لصالة العزاء بصنعاء في الثامن من الشهر الجاري شكل أحد المبررات القوية لهذا التحرك البريطاني، لكن السبب القوي الآخر يتعلق برغبة المجتمع الدولي في كسر الجمود الحاد في مساعي الحل السلمي في مقابل تنامي وتيرة المواجهات العسكرية التي بدأت في تضييق الخناق على الانقلابيين. بعض المراقبين يرون أن التحرك البريطاني هو نتاج رغبة من دول التحالف العربي نفسها لوضع نهاية للحرب، لكن تقديرا كهذا يتنافى مع كل الاعتبارات الاستراتيجية التي حكمت تدخل التحالف منذ البداية والتي لا يمكن أن تسمح بنهاية سيئة كهذه للحرب. لا يبدو أن التحالف قد فقد غطاءه الدولي إلى حد يسمح بتمرير قرار يهدف في ظاهره إلى وقف الحرب ويطوي نية لرفع الغطاء عن شرعية تدخل التحالف العربي إذا لم يتضمن آليات واضحة لإنهاء مظاهر الانقلاب وإحلال سلام حقيقي في البلاد. وقعت الأمم المتحدة في حالة إسهال فيما يخص القرارات الصادرة عنها بشأن اليمن، لكن دون مجدية في اختبار هذه القرارات على الأرض، أمر يدفع بالمراقبين إلى الاعتقاد بأن مصير القرار المرتقب لوقف إطلاق النار ربما يكون مشابها لمصير الهدن الخمس الفاشلة التي أشرفت عليها الأمم المتحدة، غير أن مخاطر أي جمود في الحرب أو المساعي السلمية بسبب قرار كهذا من شأنه أن يبقي معادلة الصراع الميدانية محكومة بتربص الفرقاء وبوضع الأصبع على الزناد وعلى نحو يؤسس نسخة يمنية بائسة من الهدنة الكورية في منطقة هشة وبالغة الحساسية للأمنين الإقليمي والدولي.